انطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة. إلى المقدمة مباشرة إلى المركز الأول هي اللي أمامه أحمد بن محمد بن كراج المهيري الذي يعلن هذه اللحظات والانطلاقة الأولى، بينما في المركز الثاني دخول قادم أيضا بوجود أحد الشعارات المميزة. أذهب للمركز الثالث لأتابع وجود المركز الثالث وهي مشكورة سهيل بن سالم بن خلفان آل الشعبي، بينما على المركز الرابع هي القادمة عزاوي علي بن سعيد بن سالم الزرعي، وهناك المركز الثاني لا تزال في شايبة سلطان بن سيب بن معضل المشغوني. ما شاء الله الأرقام وأيضا التحديات والتقدم الذي يحمل هذه الإثارة على أرضية هذا الميدان. إلى المركز الخامس مع لحظات وجود الظفرة علي بن عبيد بن غدير الاشتبي. المركز السادس يأتينا الرقم واحد وهي شاينية غانم بن أحمد بن عمي المنصوري مع هذه اللحظات، بينما المركز السابع نتابع سابع المراكز وتواجد راهي قطامي بن محمد بن ثاني السويدي السلام شعار مميز دائما في كل مشاركاته. المركز الثامن ننطلق مع اندفاعة فزعة في هذه اللحظات فهد بن فهد بن طحنون الهاجري، بينما على المركز التاسع تدخل قادم من جبارة علي بن سعيد بن محمد العرياني، والمركز العاشر يا سلام هذا الشعار الذي دائما في المنافسة مشكورة سهيل بن سالم بن خلفان آل الشعبي في هذه الانطلاقات. إذا هنا المنافسة وندانا الأول يحمل هذه البداية الأولى ويحمل أيضا انطلاقة التحدي أول 2 كيلومتر من هذه المسافة التي بدأنا الآن في انطلاقها وفي تحدياتها في هذا السمسن الثنايا. نعود إلى كوكبة المقدمة والمراكز الأولى وما تحمل أيضا هذه الانطلاقات في الاندفاع. المقدمة إلى النايف على المركز الأول علي بن عبيد بن غدير الاشتبي في الصدارة، بينما المركز الثاني متواجد أيضا الشايبة في هذه اللحظات لسلطان مسيب بن معضد المشغوري. تقدم بن كراز مع هذه اللحظات وانطلق أيضا في اليمامة أحمد بن محمد بن كراز المهيري، بينما على المركز الرابع عزاوي على المركز الرابع علي بن سعيد بن سالم الزرعي. تحركات رباعية على المراكز الأولى واللي حاولت الابتعاد عن بقية المشاركين. الكادر العلوي يحمل 4 مميزة مع هذه اللحظات. عود المركز الخامس وأتابع وجود الشاهينية غانم بن أحمد بن حميد بن عمي المنصوري. يا سلام يا سلام شبابية هذا الشوط شبابي يتميز. هناك أيضا راهي قطامي محمد بن ثاني السويدي مع المركز السادس، بينما في 7 المراكز جبار علي بن سعيد بن محمد العرياني، وعلى المركز الثامن دخول من فزعة فهد بن فهد بن طحنون الهاجري. كل هذه الأسماء. هناك أيضا المركز أو المركز التاسع مع هذه اللحظات وجود أيضا الظفرة علي بن عبيد بن غدير الاشتبي التي تحمل أيضا هذه الانطلاقة. وشوف المركز العاشر آخر ما تبقى لنا فيه النداء وهي وجود مشكورة مع هذه اللحظات سهيل بن سالم بن خلفان الاشحبي. هذه الأسماء والنتائج وال3 كيلومترات الأولى حضرت وأكملت واستكملت انطلاقاتها في هذه اللحظة إلى المقدمة، واندفاع يحمل القوة والإثارة ومميزات هذه اللحظات على المراكز الأولى 4 المقدمة ما شاء الله وتبارك الله. الصدارة هناك مع وجود أيضا الانطلاقة وجود اليمامة اللي طاير على المقدمة والصدارة في هذه اللحظات، بينما المنافسة تأتينا على المركز الثاني وجود النايفة سالم بن حمود المالكي مع هذه الانطلاقة. هنا على المركز الثالث تدخل واضح في وجود عزاوي علي بن سعيد بن سالم الزرعي، وهنا على المركز الرابع 4 ما شاء الله ما تغيرت مواقعهن هي الشايب سلطان بن سيب بن معضد المشغوني في هذه الانطلاقة، واستكمل أيضا القادمون إلى كوكبة المقدمة. كانت 4 أصبح سداسية هذه الانطلاقة. على المركز الخامس تأتي شاهينية غانم بن أحمد بن حميد بن عمي المنصوري، وعلى المركز السادس تتواجد جبارة علي بن سعيد بن محمد العرياني، وسابعا مع انطلاقات الإثارة
وجود ايضا راهي قطاوي محمد بن ثاني السويدي، سبع ما شاء الله على المراكز الاولى، ونتابع انطلاقات، نتابع منافسات مع هذه البدايه التي تسير هنا بهدوء. اتوقع كل الاسماء في انتظار الاعلان النهائي، ولكن نخبر ايضا المضمرين 2 كيلو الباقي على نهاية الانطلاقات والتحديات. تجارب ما شاء الله مميزة لكل الشعارات وما تحمل ايضا من منافسة دائما في انطلاقات هذه الرياضة. عودة الى المقدمة، هدوء المقدمة في هذه اللحظات، وهي عزاوي علي بن سعيد بن سالم الزرعي الذي يعلن هناك الانطلاق ويعلن التواجد مع هذه اللحظات، بينما اليمامة احمد محمد بن كراز المهيري المركز الثاني، والتحرك يبدأ في المركز الثالث من الشاهينية، غانم بن أحمد بن حميد بن عمي المنصوري يا سلام المركز الرابع، المركز الرابع تدخل في الانطلاقة من الظفرة علي بن عبيد بن غدير الاشتبي، وهنا أيضا بن قطامي موجود أيضا مع هذه اللحظات مع راهي قطامي محمد بن ثاني السويدي، ولكن هنا الدخول اللي يأتينا مع جبارة علي بن سعيد بن محمد العرياني. كل هذه الأسماء ونقترب من لوحة الإعلان، ما شاء الله هذا المنظر المميز على الكادر العلوي في وجود هذه الأسماء التي تحمل سبعا من التحديات من الانطلاقات. الشايبة غيرت إلى الصدارة وبدلت الأمور مع هذه اللحظات إلى انطلاقة التحدي والإثارة في هذه اللحظة، هي الشاهينية غانم بن أحمد بن حميد بن عمي المنصوري هي التي تقود المركز الأول. شكرا شكرا بالضبيب. التذكير 1200 يا سلام مع هذه اللحظة، والمركز الثاني اليمامة، اليمامة على ثاني المراكز من خلال هذه الأسماء، أحمد محمد بن كراز المهيري هناك المركز الثالث، وعد سلطان مخلي بن حاسوم الدرمكي المركز الرابع، جبارة على رابع المراكز علي بن سعيد بن حمد العرياني، وهناك أيضا عودة إلى عزاوي المركز الخامس علي بن سعيد بن سالم الزرعي. خماسية ما شاء الله، تحركات بدأت الآن، بدأت المناوشات على المقدمة والصدارة، الكل يتابع أيضا اللحظات القادمون. يا سلام شوف التسلل الخفيف الناعم مع هذه اللحظة إلى المراكز الأولى، إلى الانطلاقات، إلى التحديات، وجود جبارة علي بن سعيد بن محمد العرياني غيرت إلى مقدمة هذا الشوط، وتعلن انطلاقة مع هذه اللحظات على المقدمة، بينما في المركز الثاني بن حاسوم يتواجد مع وعد سلطان مخلي بن حاسوم الدرمكي على المركز الثاني، المركز الثالث اليمام أحمد محمد بن كراز المهيري. هذه الأسماء المتميزة، ولكن صدارة 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 إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى الرقم الذي يحمل أيضا هذه اللحظات، وعد في هذه اللحظة. هل بيوعد سلطان بن قليب بن حاسوم الدرمكي؟ يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن الوعد يبقى دائما في هذه اللحظات. وعد إذن على المركز الأول، قادم أيضا مواري سيف بن منصور المنصوري مع هذه اللحظات إلى المقدمة. جبارة وعد جبارة على المركز الأول علي بن سعيد بن محمد العرياني. المركز الثاني مواري سيف المنصوري. المركز الثالث وعد سلطان بغليب الحاسوب الدرمكي. والمركز الرابع وجود أيضا انطلاقة شعار السيد أحمد محمد بن كراز المهيري وهي اليمامة. وخامس المراكز راهي قطامي محمد بن ثاني السويدي. نعود إلى المقدمة، نعود إلى انطلاقات الفوز والانتصار مع وجود شوف المنافسة الثنائية والتحدي الثنائي. هنا إذا هذه على المركز الأول جبارة، تهانينا وناموس علي بن سعيد بن محمد العرياني مع هذه الانطلاقة، و9 دقائق 30 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية، بينما المركز الثاني ذهب إلى مواري سيف بن منصور بن سيف المنصوري. هنا أيضا في هذه اللحظات 9 دقائق 30 ثانية و8 من الأجزاء من الثانية، والمركز الثالث كان وجود اليمام أحمد محمد بن كراز المهيري 9 دقائق 31 ثانية، أو وعد كانت في المركز الثالث سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي 9 و 31 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والنمو.
نتواصل إذن مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات وفي هذا التواصل.